السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه سايب سيرم اي بلس، ده بيساعدك في الاير كونديشن سيستم، يعني هو خاص بمهندسين التكييف. بالله عندنا هنا الجنرال بارامتر، بتقول هنا مثلا التوتال ديومن اوف ذا بيلدينج، او انت عايز تحسبها بالثيرمال زون، فتقدر تحسبها من كله او زون، وعايزها كونسنت ولا مانثلي. اللوكيشن داتا، المكان اللي انت تبقى موجود فيه، المبنى، السيتي، الخطوط طول العرض، والتايم زون. يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. هنا الويند ديستريبيوشن، توزيع بتاع الرياح، او ممكن تختار الملف بتاع المناخ. عندك في دول كتيرة موجودة، تقدر تختار اي واحدة فيهم. يبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها. بعد كده بقى الانرجي سورس، تبدأ تشوف بقى all the energy consumed، ولا عايزها defined قد ايه في السنة. هنا بقى السبيس والزون، احنا معرفين هنا كام زون، في كذا سبيس هي متعرفين الزونز اهمت. فتقدر تضيف زي انت عايز. طيب الاير كونديشن سيستم، هقول له ويزرد، فبيبدا يقول لي بقى حط الريفرنس، وهل انت بقى عايز ووتر اير كونديشن، تضيف ووتر ولا دايركت ولا اير كونديشن سيستم، اي حاجه فيهم انت عايز تضيفها تقول نيكست. وتبدا بقى تحدد التايب اوف ووتر تيرمينال يونت، وهنا تحدد الهوت ووتر سبلاي اكيوبمنت. وبعد كده تشوف انت هتحطها على الان زون، وهنا تقدر تضيف لو انت عايز تضيف حاجة معينة بالشكل دوت، تقول له نيكست. وبعد كده اقول له فينش، ويقول لي اقول له كومنت سيستم، فبتختار بقى تقول له فينش ريفرنس. فبيبدأ يضافها للزون اللي انت اخترتها. كل ما تضاف على زون بيبدأ يعمل لك سيلكت عليها، ويجيب لك المعلومات الخاصة بيها، ويجيب لك الدياجرام اهوت. الاير كونديشن سيستم يبدأ يجيب لك الهوت ووتر لوحده، والشيلد ووتر، يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان الحسابات بتاعتك. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اعمل سبورت لو انت عايز تكمل حسابات على برنامج اخر، فهو بيصدرها لك. ولو انت عايز تشوف بقى البلانات، ممكن تدخل على فلور بلان، يبدا بقى يجيب لك البلانات. تقدر تقول له السبيس، تقدر تعمل اديت للسبيس او الهول او الفلور سلاب، اي واحد فيهم تقدر تعمل عليها سيلكت وتعدل فيها زي ما انت عايز. وكل ما بتقف على حاجه هنا بيبدا يجيب لك زوم عليها عشان تعرف دي موجوده في اي جزء. بيبدأ يجيب لك الفلور سلاب بحيث ان انت تقدر تعدل فيها البوزيشن مثلا، الادجست سبيس وهكذا.